Il y a quelques questions. Alors, il y a une question de Super Chigivara qui vous dit pourquoi vous n'êtes pas unis. Alors, je répète toujours avec Rani Mehdi et les autres, sachant que Rani vous a demandé des excuses hier sur le live et l'appel à s'unir. Bon, j'ai vu le live de M. Rani Mahdi. Je remercie M. Rani Mahdi pour les conseils prodigués pendant le live. Bon, M. Rani Mahdi, il ne s'est pas excusé. Rani Mahdi, n'sah, hadak Sid n'ta al-Kurya. Hadak Sid. Hadak Sid عنده اسم. هو اسم اللي كثير من الجزائريين يحترموه. ما اسميش هذاك السيد. بسم الله الرحمن محمد الياس. ما عنديش مشكلة أنا في إطار لجنة الثورية الوحدة والعمل، هي مفتوحة، مفتوحة لغني مهدي، مفتوحة لكل الناس. مانيش أنا الرئيس نتاعها، أنا ناطق من الناطقين الرسميين نتاعها. طبعا أنا نعيط على الاتحاد، لكن نتحد مع الناس اللي صح عندها النية لنصرة الجزائر ونصرة الشعب الجزائري من أجل إقامة دولة القانون. دونك السيد هذا ما طلبليش ليزيكسكيوز، داير ما دار لي والو باش يطلب ليزيكسكيوز. في اللايف نتاعو نوع من الاحتقار، هذاك نتاع الكرويا، نعاودها نقول هذاك عنده اسم. حاجة واحدة نقولها ونعاودها. ماذا بيا نوضح أمر مهم جدا للناس. رحماني محمد الياس ناطق رسمي باسم الكوريا، عنده يعني التزامات في الحديث وفي الديكلاراسيون، يعني في التصريحات يعني محدودة من طرف الكوريا. دونك رحماني محمد الياس كوريا جزائري مناضل سياسي يريد أن الجزائر تروح لمرحلة انتقالية باش نبنيو ليد في ليد نظام جديد موافق لطبيعة الشعب الجزائري وننصروا الجزائر. رحماني صفة أخرى رئيس جبهة القوى الحية، ما يتحد مع حتى واحد، ما يتعامل مع حتى واحد، ما يهضر مع حتى واحد، ما يدير aucune alliance avec quiconque. Le Front des Forces Vives a une ligne politique droitière, extrémiste, يمن غير بالجزائر وبالجزائر وبالجزائرية، ويرفض الناس كل اللي خارجين هذا الإطار، وعنده البرنامج نتاعو واضح وكلار. لا دولة إسلامية، لا دولة لاهوتية، لا دولة شيوعية، لا دولة ليبرالية، لا دولة اشتراكية، دولة قانونية براغماتية تخدم مصالح الوطن من أجل التطور والسؤدد وحماية الجزائر وتطوير الجزائر، وكذلك أن تسود الجزائر المنطقة نتاعها. جبهة القوى الحية تقول إما الجزائر دولة استعمارية أم دولة مستعمرة. أوني كولونيزاتور أوني كولونيزي أوني لي بوس On est les serviteurs. Ça, c'est le fond des forces vives. Lakin Rahmani al-Kruya, wa'iduha. Rahmani al-Kruya, ma kan hta ishkal. Ma andi hta idéologia, lama ntahdi bism al-Kruya. Jazairi, monadal, mouatan, min ajl nusrat, dawlat al-qanun, fil Jazair, wa istiqlal al-Jazair, wa idfa' taba' rasmiya, ala kul marahil siyasiya, lazim tmur biha al-Jazair, min al-yawm, fasa'idan. Je n'ai pas à prendre de gants, ni à maquiller quoi que ce soit. Il faut qu'on goulou le chap, billi, le qiwa al-fa'ala, al-haqiqiya, et le qiwa al-maliya, al-douliya. Charikat al-muta'ad, al-jinsiyat, et charikat al-istismar, al-alamiya. Hiya li t'hakim fil awda, ou hiya li t'khlaq fi awda, yani jiddu khatera, fil muntika shamal ifriqiya, ou muntika sahiliya. يعني هذه قضية نفوذ مالي واستحواذ على ثروات الكرة الأرضية والشعوب.
شعوب pardon, شعوب اللي عندها مؤسسات قوية، شعوب اللي عندها نظام سياسي قوي مسيطر يحافظ على التوازن بين الجشع المالي لرجال الأعمال وللشركات وبين مصالح المجتمع الإنساني تاع بلاده، هذه دول قوية تنتصر وتغلب هذا الجشع المالي العالمي. لكن الدول اللي ما عندهاش سياسة قوية وما تسيطرش على الأوضاع راح تكون رهينة لهذه الشركات المالية. اي سا سيترو تكنيك، وان شاء الله نحن في صدد تحضير اون ايتون تران دو بريباري دي فيديو تري 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 كلير كونسيرنو تو لي انجو تو لي انجو مونديو اي برينسيبالمون تو سكي افكت نوتر شير باتري لالجيري. اون ايتون تران دو بريباري اي فوز اوري ان ديسكور دو فيريتي sans aucune prétention ou ambition politique. Et il émanera du front des forces vives. Voilà. De toute façon, monsieur, la vérité, monsieur Ahmed, on dit toujours que la vérité blesse, mais à partir du moment où il y a des solutions, parce qu'il faut connaître la vérité. Les solutions existent. Mais il faut connaître les vérités. Il faut connaître la vérité. Donc, monsieur Rahmani. La réalité, la situation réelle actuelle. واش رانا واش نوضع عايشين فيه واش هي الاخطار المحيطه بنا، ومن بعد نعطيكم الميكانيزمات اللي من النظر نتاعنا احنا ربما تحتمل الخطا او الصواب، لكن نعطيكم بكل نزاهه وروح وطنيه الميكانيزمات اللي احنا شفناها ربما راح تكون علاج للاوضاع المأساوية اللي عايشها الشعب الجزائري حاليا. لكن هذا مدام سامحي لي خليه الى مرحلة قادمة، لانه راح يكون فيه مفاجأة 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 ماشي مفاجأة مفاجأة، لكن كلمة الحق سوف نقولها ان شاء الله. Très bien, cher Khmer. Il y a aussi. Je n'arrive pas à prononcer. Talal al-Hurriya. Talal al-Hurriya. Voilà, c'est. Il refait surface, monsieur Shkoun. Enfin. Talal al-Hurriya, c'est le Hizb Bada, qui a été le Oustad Ben Flis. Le Hizb Bada, qui a été le Intikhabat. الحزب هذا اللي شارك في كل الانتخابات ولعب دور الارنب دركا ولا وعاد عنده اراء وعاد يهضر، يعني كما يقول المثل العربي ان لم تستحي تفعل ما شئت، يعني اللي ما يحشمش واللي ما عندوش على واه يحشم يقدر يدير واش يحب. وما نعلقش اكثر من ذلك، لانه هذا الحزب اصلا يعني اثبت أنه 99% من الطبقة السياسية الموروثة في الجزائر، اللي نقول موروثة يعني قبل 22 فبراير، طبقة خائنة ألعوبة من ألاعيب النظام والأقدام البيضاء المسيطرة على الجزائر كمستعمرة بطريقة غير مباشرة.